أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية الخاصة من الميادين، وعنوانها احتدام المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ ومآلاتها. أخيرا صرح السفير الأرميني في روسيا أن تركيا نقلت نحو 4000 مقاتل من الشمال السوري إلى أذربيجان، وهذه الأخيرة نفت. الخارجية الروسية تقول أن موسكو على اتصال دائم بباريس وواشنطن فيما يتعلق بناغورنو كاراباخ، وتعرب عن قلقها من تفاقم الوضع هناك، ومن أن الطرفين يستخدمان أسلحة ثقيلة للمرة الأولى منذ وقت طويل. هذا فيما تجري طهران عبر وزير خارجيتها اتصالات مع طرفي النزاع للتهدئة والبدء بمفاوضات وفق إطار القوانين الدولية. وللحديث أكثر معنا من سانت بيترسبورغ رئيس مركز الحوار الروسي العربي الدكتور مسلم شعيتو، وأيضا تنضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة المختصة في الشأن الروسي الدكتورة نورهان الشيخ. أهلا بكما، على أن ينضم طبعا لاحقا من العاصمة الأرمينية يريفان الصحافي سركيس أريان لنتوقف معه على كل تفاصيل وكل ما يجري على الأرض في ظل هذه طبعا التطورات الدراماتيكية التي وصل إليها وضع الإقليم. أبدأ معك دكتور نورهان الشيخ المختصة في الشأن الروسي، لنعود قليلا يعني لمن لا يعرف الصراع التاريخي بتفاصيله بين أذربيجان وأرمينيا كطرفين مباشرين قبل أن تتوسع قواعد اللعبة وأطراف اللعبة، إذا أمكن أن تحدثينا عن هذا الخلاف ولماذا ما زال مستمر ولم يحل بعد حتى انهيار الاتحاد السوفيتي، وكيف فيما بعد التركي استغل الضعف الروسي حين والذي شكلوا من تجمعات إلى ما وصلنا إليه اليوم. يعني هو الحقيقة زي ما حضرتك أشرتي، هو صراع بالفعل تاريخي، يعني تأجج أو بدأ ظهوره بشكل واضح مع الثورة البلشفية سنة 1917، ولما ضمت أو تم ضم الإقليم بشكل أو بآخر إلى أذربيجان، في حين أن أرمينيا بتعتبره تاريخيا جزء منها، هو بالفعل بتقطنه يعني أغلبية أرمينية لا تقل عن 76% من سكانه من الأرمن. النزاع الحقيقة بشكله الحديث أو في العصر الحديث تجدد، طبعا في ظل التحدي السوفيتي كان دولة واحدة، وبالتالي في أذربيجان أو مع أرمينيا لم يكن هناك يعني خلاف كبير، لكن مع يعني بدايات تفكك الاتحاد السوفيتي وتحديدا سنة 88 بدأ طموح الأرمن في الإقليم وطموح أرمينيا في استعادة هذا الإقليم مرة أخرى، ويعني هذا الطموح بدأ ياخد إجراءات قانونية من جانب البرلمان في الإقليم والبرلمان الأرمي. البرلمان في الإقليم طلب ضمه إلى أرمينيا، وأرمينيا البرلمان الأرميني وافق على هذا الضم، لكن طبعا أذربيجان تمسكت بحقوقها القانونية وبمبدأ السيادة الإقليمية للدولة، باعتبار أن أرمينيا وأذربيجان بعد 91 أصبحا دولتين مستقلتين ذات سيادة. طبعا الاعتبارات القانونية بالفعل ربما مع أذربيجان لأنه هو جزء من إقليمها، لكن الاعتبارات التاريخية والعرقية بتتمسك بها أرمينيا ويتمسك بها أيضا الإقليم. للأسف الشديد أدى إلى حرب في عام 92 استمرت لمدة عامين، وتشكلت مجموعة دولية تسمى مجموعة مينسك تضم روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، قادت المفاوضات ويعني توصلت إلى وقف إطلاق النار سنة 94، وكان المفترض أن تبدأ مفاوضات للتسوية السلمية النهائية لهذا النزاع، لكن للأسف الشديد تمسك الطرفين بمواقفهم ويعني وضع الإقليم، لأن الإقليم ناغورنو كاراباخ حاليا هو تقريبا مستقل استقلال تام عن أذربيجان، هذه الأوضاع كلها عقدت من التسوية، وبالتالي على مدى يعني 16 عاما من 26 عام، يعني أكثر من ربع قرن، صحيح، من 94 حتى اللحظة، يعني هناك اشتباكات من وقت للتاني بتتصاعد، وتصاعدت بالفعل في أوقات سابقة زي
عام 2016، وحصل ايضا اشتباكات مهمه في يوليو الماضي من شهرين، لكن ايضا يعني هناك مسار سلمي كان جيد. في 2019 حصلت يعني حوالي 5 مفاوضات او 5 جولات للمفاوضات بين البلدين، وكان هناك يعني تفاؤل بان ربما تؤدي الى شيء في النهايه ويتم توقيع اتفاق سلام بين الدولتين. لكن زي ما قلت، تمسك أذربيجان بحقوقها القانونية وتمسك أرمينيا بحقوقها التاريخية والعرقية والإثنية، كل ده عقد من المشهد وبيعثر المفاوضات وبيؤدي بقى إلى تصاعد الاشتباك من آن لآخر. دكتور مسلم شعيتو، رئيس مركز الحوار الروسي العربي، وحضرتك معنا من سانت بيترسبورغ، يعني قبل أن ندخل في تفاصيل السياسة، هل كان المطلوب أن يبقى هذا الإقليم كقنبلة موقوتة في ظل التنازع بين حقوق قانونية وحقوق عرقية وغيرها؟ يعني كما قالت الزميلة من القاهرة الدكتورة نورمان، نعم، أيام الاتحاد السوفيتي لم يكن هناك أي خلاف على انتماء هذه المنطقة أو هذه المقاطعة لأي من الدولتين، لأنهم كانوا ينتمون إلى دولة واحدة وكانت العلاقة مع هذا الإقليم هي إدارية. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بالشكل الذي تم به، تم التقاسم دون العودة إلى المفاوضات وإلى القيم الأخرى والتقاليد والتاريخ والقوانين التي تحكم هذه العلاقات. كانت هناك فوضى شملتها، بالإضافة إلى ما حدث أثناء الهزة الأرضية التي طالت أيضا تلك المنطقة، أججت انتماء تلك المجموعة لأين ستنتمي إداريا، وبالتالي أصبحت عوامل القوة ووقائع الأرض هي التي تفرض سيادتها على العلاقة بين الدولتين. تطورت هذه الأحداث إلى أن ارتبطت كل من الدولتين بمفاهيم مختلفة وعلاقات مختلفة، حيث أن أذربيجان واضح تماما تربطها علاقات جيدة مع تركيا التي تحاول استعمال هذه الورقة من أجل الضغط على المحيط وعلى المنطقة. ما مصلحتها هناك تركيا؟ تركيا تستعمل كل أوراق الضغط، ليس فقط على الأطراف المتنازعة هناك، إنما أيضا على روسيا لمحاولة تبادل التنازلات إن في منطقة إدلب شمال غرب سوريا أو في طرابلس يعني منطقة ليبيا، وتعتبر أن روسيا لاعبا مهما في هذه المناطق، فتحاول استعمال منطقة ناغورنو كاراباخ تحديدا بعدما تم تجهيز القوات الأذربيجانية بأسلحة وتدريبات مهمة من قبل تركيا، حيث أصبحت أنها تتفوق بالعدد والعتيد والإمكانات على القوات الأرمنية أو قوات منطقة ناغورني كاراباخ اللي هي حاليا أضعف بكثير مما تمتلكه القدرات الأذربيجانية. وبالتالي تحاول تركيا إرسال هذه الرسائل المتعددة بالأساس إلى روسيا ومن ثم إلى أرمينيا، التي ما زالت هناك خلافات تاريخية بينهما. صحيح. تسعى تركيا لإقامة علاقات على أساس إخضاع أرمينيا لمفهومها حول ما حصل تاريخيا بين أرمينيا وتركيا. دكتور نورهان، أعود إليك. روسيا كيف تقرأ، يعني انطلاقا من مقار دكتور مسلم، روسيا كيف تقرأ اليوم هذا الانخراط التركي، ويعني على ماذا تستند تركيا في هذه الثقة على أذربيجان في مخططها الذي تريد الوصول إليه، وكيف ستتعاطى معه بالتالي تركيا؟ روسيا، عفوا، تركيا لها مصالح واضحة في هذا الصراع. طبعا هناك العداء الأرميني التركي، وطبعا جميعا نعلم المذابح التي ارتكبتها تركيا في الأرمن، ومذابح الأرمن ما زالت تطارد، وشبحها ما زال يطارد تركيا دوليا وإنسانيا وقانونيا. ثم الأهم هو العلاقات المصالح العضوية ما بين تركيا وأذربيجان. الأذريين هم في النهاية أتراك،
وبالتالي هم يعني اقرب من حيث اللغه ومن حيث العرق ومن حيث الثقافه الى تركيا. هذا فضلا عن مصالح مهمه جدا بالذات في مجال الطاقه. طبعا خط باكو تبليسي جيهان خط مهم جدا للبلدين لاذربيجان وايضا لتركيا باعتبارها دوله ترانزيت وبتتحصل على موارد مهمه جدا من هذا الخط الى جانب الطاقه اللي بتحصل عليها مباشره من اذربيجان لان جميعا نعلم ان تركيا دوله مستورد كبير للطاقه. فضلا عن البعد اللي تفضل به الأخ العزيز دكتور مسلم فيما يتعلق بالتعاون العسكري ما بين الدولتين وأن أذربيجان في النهاية هي سوق مهم جدا للتسليح التركي، لكن الحقيقة مؤخرا تم إضافة بعد آخر اللي هو البعد الخاص بأوراق اللعبة الإقليمية عموما، وتركيا بدأت توظف الورقة الأزرية والصراع في ناغورنو كاراباخ كأحد الأوراق اللي بتتساوم فعلا بها مع روسيا في المنطقة بشكل عام، والمنطقة تضم النزاع السوري أيضا الوضع في ليبيا كما تفضل الدكتور مسلم. روسيا يهمها جدا الاستقرار في المنطقة، يعني هي لا تريد، يعني هذه هي خاصرة روسيا ومنطقة بتمس أمن القومي الروسي بشكل مباشر، ده كانت جزء من الاتحاد السوفيتي، البلدين والمنطقة بشكل عام، وبالتالي هو يعنيها الاستقرار ويعنيها يعني السلام بين الدولتين باعتبار الدولتين دول صديقة لروسيا، وهي أيضا الاثنين أعضاء في كومنولث الدول المستقلة اللي هو بيضم الجمهوريات السوفيتية السابقة. لكن بالتأكيد أرمينيا لها خصوصية بالنسبة لروسيا، لأن أرمينيا خلافا لأذربيجان هي عضو معاهدة منظمة الأمن الجماعي وهذه هي حلف عسكري تقوده يعني روسيا. لكن لماذا روسيا لم تتمكن من كل هذه السنين من حل هذه القضية؟ هل لأنها معقدة أم مطلوب أن تكون بموقعها للكل يستخدمها حسب ما يريد؟ وكيف تمكن التركي من الاختراق في هذا الملف؟ يعني الحقيقة الاعتبارات كلها مجتمع، النزاع بالفعل معقد لأن الطرفين متمسكين بمواقفهم أذربيجان وأرمينيا، ثم التدخل خريطة بقى التحالفات الدولية والإقليمية لكليهم. لجانب الدور الأمريكي يجب ألا نغفله، مش بس الدور التركي، الدور التركي يدعمه الدور الأمريكي لأن الولايات المتحدة تريد دوما إثارة نزاعات وإثارة عدم استقرار في المحيط الروسي. والحقيقة هذه القضية تحديدا لا تمس روسيا فقط ولكن تمس أيضا إيران، فالولايات المتحدة تريد من هذا النزاع أن يظل مؤججا وبالتالي تظل هناك بؤرة لعدم الاستقرار تستطيع بها بشكل أو بآخر يعني إثارة قلاقل بالنسبة لروسيا وبالنسبة لإيران على حد سواء. تركيا أنا أعتقد أن تفضلي كملي. يعني تركيا يعني لها مصالحها الخاصة لكن هي أيضا مرتبطة بهذه الأجندة الأمريكية العامة، هي الآن طبعا تريد مساومات في إدلب بالفعل، تريد أيضا طبعا هي الجانب يعني ليبيا الملف الليبي وملف نقل المسلحين والمقاتلين إلى ليبيا يعني طبعا لم تحقق فيه النجاح الكامل، وبالتالي هي بتفتح جبهة جديدة لمزيد من المساومات وربما أيضا لتخفيف يعني ربما هذه الأخبار اللي بيتم تداولها عن مسألة نقل المقاتلين قد تكون صحيحة لأنها بالفعل تريد أن تنقل أعداد ضخمة من الموجودين في إدلب خارجها، وخارجها لو تم نقلهم إلى هذه المنطقة أعتقد ده هيحقق أهداف استراتيجية لتركيا وللولايات المتحدة بالفعل. طيب نحن هنا نتحدث دكتور مسلم عن يعني ربما مروح أكبر اليوم باتت من الأطراف، نتحدث عن التركي، نتحدث عن الإيراني، نتحدث أيضا عن الأمريكي وأيضا وأيضا عن الإسرائيلي. إذا أمكن أن تشرح لنا اليوم هذه الخارطة لهذه الأطراف كلها، ولماذا يعتقد أن هذه البؤرة تحديدا اللي يتم تفجيرها الآن وهي يعني تكون لأول مرة بهذا الشكل وأول مرة قيل أيضا أنه تستعمل فيها الأسلحة الثقيلة منذ وقت، كيف يمكن لهذه البؤرة أن تكون مؤثرة في باقي الملفات؟ لماذا هذا الملف تحديدا اللي تفجر؟ إذا كنا موضوعيين قد لا تكون تحديدا ناغورني كاراباخ هي جغرافيا أو سياسيا البؤرة التي يمكن أن تنطلق منها هذه الدول تركيا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل في تأثيرها على المنطقة، لكن إثارة القلائل هناك والتطورات العسكرية والسياسية تدفع هذه الدول
اللي لعب دور مهم في الحياة السياسية الداخلية لأذربيجان. ونحن نعرف تماما أن أكبر سفارة تركية في العالم موجودة في باكو في أذربيجان، بالإضافة إلى أن في جنوب غرب أذربيجان الحالية يوجد قواعد تستعملها الطائرات الإسرائيلية دون طيار والعادية، وهناك خبراء إسرائيليين، وهذا على قرب مباشر من الحدود الإيرانية. بالإضافة إن هناك الكثير من الإغراءات الأمريكية لأن تلعب أذربيجان دورا مهما في منطقة بحر قزوين الذي تتقاسمه مع روسيا ومع إيران وكازاخستان أيضا. لكن هناك حصل اتفاق بضغط روسي على أن لا تلعب أي دولة ثالثة غريبة عن حدودها مع تلك المنطقة في بحر قزوين، وبالتالي استطاعت روسيا سحب إمكانية استعمال الولايات المتحدة أو إسرائيل للمياه الإقليمية الموجودة هناك والتي تؤثر لاحقا على إيران. ثالثا، أن تركيا تعتقد أنها تنتمي وينتمي الشعب الأذري خاصة في انتمائه الإثني إلى القومية التركية، واللغة هي مشتركة هناك، وتحاول من خلال تأثيرها وارتباطها بأذربيجان أيضا أن تستعملها كورقة مفاوضات لاحقا إن كان ضغط على أرمينيا أو على إيران أو حتى على روسيا التي تتخوف دائما من إمكانيات أذربيجان بعلاقتها عبر جورجيا والوصول مراكز الطاقة إلى تركيا، وبالتالي الاتصال المباشر مع مجموعات تعتبرها روسيا أنها تشكل خاصرة رخوة جدا، وهي أرمينيا عفوا وهي جورجيا وأذربيجان وأوكرانيا، التي كانت تسعى الولايات المتحدة لجمعهم ضمن تحالف سياسي عسكري يكون على الحدود الجنوبية لروسيا. إذن هذه المنطقة نتيجة لصراعاتها الدائمة، وهو ما تسعى إليه تركيا وإسرائيل وأمريكا، تفسح في المجال بأن ترتبط أذربيجان تحديدا بهذه الدول وترتمي بأحضانها دفاعا عن ما تعتقد أنه أراضيها، لأنها تقول أن روسيا وأرمينيا يدعمان روسيا وإيران يدعمان أرمينيا في صراعهم ضد أذربيجان، مع أن حتى الآن بالممارسة اليومية لا روسيا ولا إيران تدخلوا بشكل مباشر مع طرف ضد آخر، عكس ما تقوم به تركيا وعكس ما تقوم به الولايات المتحدة وعكس ما تقوم به أوكرانيا التي تمثل الولايات المتحدة في منطقة جنوب غرب روسيا. دكتور نورهان، أعود إليك. إذن هو وكأنه خنق للروسي، هل من باب الصدفة نستطيع أن نرى كل ما يجري سواء في ناغورنو كاراباخ وقبل بيلاروسيا وأيضا أوكرانيا لناحية خنق روسية؟ هل كله من باب الصدفة؟ لا، مش باب الصدفة. يعني جون فوستر دالاس في أواخر الخمسينات وزير الخارجية الأمريكي أشار صراحة أن سياسة الاحتواء سياسة ليست ناجحة وسياسة ليست جيدة، وأنه لابد أن يتم اتباع سياسة أطلق عليها الرول باك بوليسي، وتعني ضرورة تحرير كل المناطق التي تخضع للنفوذ الروسي أو السوفيتي في ذلك الوقت من هذا النفوذ. وبالفعل تم تحرير أوروبا الشرقية، تم تفكيك الاتحاد السوفيتي في 91، وأصبحت هذه الجمهوريات 15 جمهوريات مستقلة، وكثير منها يعني عدد منها أصبح الآن عضو في الناتو زي دول البلطيق الثلاث أو يرتبط بالناتو بشراكات. يعني هذه ليست طبعا بالتأكيد مصادفة، ولكنها استكمال للمخطط الأمريكي، واللي هو يريد بشكل أو بآخر أن يضعف روسيا وأن يحول دون أن تعود روسيا قوة قوية قادرة على فرض يعني العدالة في النظام الدولي. لأن الحقيقة غياب الطرف السوفيتي أو الروسي أدى إلى اختلالات شديدة، اختلالات هيكلية في النظام الدولي، والحقيقة كثير من المناطق بما فيها منطقة الشرق الأوسط وحتى القضايا العربية تضررت بشكل مباشر من غياب الطرف السوفيتي. الآن روسيا بتستعيد قوتها، بتحاول مرة أخرى فرض العدالة في عدد من القضايا، منها البرنامج النووي الإيراني، منها سوريا، منها أيضا فرض التوازن في ليبيا، وهذا لا يروق كثيرا، إلى جانب طبعا عدد آخر من القضايا الدولية، هذا لا يروق كثيرا للولايات المتحدة. وبالتالي هو بالفعل محاولة لخنق روسيا وحصارها وإثارة مشاكل تنشغل بها روسيا عن قضايا
يعني أهم أو قضايا لا طبعا لا تقل أهمية، لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون روسيا فاعل فيها. ابقي معنا دكتور نورهان. وطبعا دكتور مسلم ينضم إلينا الآن السيد سركيس أريانا الصحفي معنا من يريفان. أهلا وسهلا بك معنا سيد سركيس. بطبيعة الحال نود معرفة كل جديد لناحية هذه التطورات بين أرمينيا وأذربيجان، إذا أمكن أن تطلعنا على كل التفاصيل والواقع على الأرض. تفضل. صباح الخير من يريفان. كانت ليلة مهمة جدا للطرف الأرميني لجيش الدفاع كاراباخ، لأن أعاد هذا الجيش كل المحاور التي كانت قد أخذت من قبل الأزريين الذين ابتدأوا بهذه المعركة. والبارحة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان كان واضحا إذ قال: نحن رجال سلام، ولكن إذا تريدون حربا فلتكن، وهذه معركة مصيرية لكل الأرمن، ليس فقط أرمن في كاراباخ، أرمن الشتات أيضا، أرمن أرمينيا بالطبع. طيب سؤال، من الأقوى تسليحيا اليوم على الأرض؟ وإذا أمكن أن تعطينا تفاصيل أكثر حول هذه المعركة بالميدان. وطبعا إذا أمكن أن نضيف عليها لو سمحت، أعذرني للمقاطعة، موضوع يعني نقل 4000 سوري إلى هذه المعركة أيضا، إذا أمكن بات في معلومات أكثر. عادة حين نتكلم عن هذا الصراع الإثني، بحث صراع كاراباخ، نقول بالنسبة للأرمن هي ليست فقط قطعة أرض، هي قصة انتماء إيديولوجي تاريخي. لهذا السبب لا نريد أن نقول من هو الأقوى على أرض المعركة، لأن الجيش الدفاع كاراباخ يقاتل حتى الموت، حتى الرمق الأخير، ويقاتل ويعرف لماذا يقاتل. أما قصة المرتزقة التي كانت صلة بحث، واليوم باكو أيضا تقول ترفض كل هذه الأقاويل عن أن مرتزقة من سوريا قد أتوا إلى باكو، هذا أمر صحيح، لأن الطرف الأزيري ليس جاهزا للحرب. وأريد أن أذكر حين بعد عمليات داوش في يوليو الماضي، مرة حكى الرئيس الأزيري إلهام آلييف، قال: أنتم كل يوم تريدون كاراباخ، ولكن عندما نقول هيا بنا نذهب إلى الجبهة ترفضون. ما يعني هذا؟ يعني أن الطرف الأزيري ليس جاهزا للحرب، ولذلك الإخوة لهم الترك، أنقرة تريد أن تساعدهم وترسل المرتزقة من إدلب من سوريا إلى العمق الأزيري. ونحن نسمع أيضا بأن هم المرتزقة في حالة سيئة جدا، عندهم مشكلة إيديولوجية أيضا مع الطرف الأزيري، وهم ليسوا جاهزون، والمعركة ستكون قاسية لهم، قاسية، والجيش الدفاع كاراباخ سيلقنهم درسا لن ينسوه أبدا. طيب دكتور مسلم، يعني إذا كان دائما هناك في رفض لفتح هذه المعركة، ما الذي حصل الآن حتى اتخذ هذا القرار وإعلان التعبئة والذهاب إلى الحد الأقصى في هذه المعركة؟ من يحرك أذربيجان؟ كما قلنا سابقا، الذي دفع لهذه المعركة هي تركيا تحديدا، لاحتياجات المفاوضات والضغط على روسيا. أي لكن لماذا الآن يعني نجحت؟ لماذا الآن نجحت؟ لم تكن قبل تريد تركيا أن تفتح هذا الملف، والآن هي أرادت الموضوع متوقف عن تركيا أم عن أذربيجان نفسها؟ أولا لسببين: ما يجري في بيلاروسيا وانشغال روسيا سياسيا وحتى جزء منها أمنيا في تلك المنطقة. ثانيا، أن المعركة في إدلب قد تكون قريبة بمحاولة إعادة السيطرة على الأراضي السورية، إعادتها للسيادة السورية. إذن أمام هذه الوقائع دفعت الولايات المتحدة برأس حربتها في منطقة الشرق الأوسط تركيا لتحريك أي منطقة تزعج روسيا وتلهي القيادة الروسية، إن كان أمنيا أو سياسيا، خاصة وأننا نعرف أن
يعني ميزانية مثلا ميزانية الدفاع فقط في أذربيجان تتجاوز ميزانية كل الحكومة الأرمنية، وإذا بالتالي هم مستعدون لذلك من أجل الضغط على روسيا ومن أجل فتح باب المفاوضات على كل الملفات في المنطقة. أيضا لابد ولا ننسى أن تركيا أصبحت أمام واقع لا تستطيع تحمله، هو كميات ضخمة من المقاتلين ما زالت موجودة في شمال غرب سوريا في حالة تسوية لا تستطيع أن ومن تستمر. ومن قال أن هذا الملف هناك هو الفعال لهذه لحلحلة هذه القضايا؟ في روسيا حتى الآن لم يقل أي موقف رسمي، لأنهم بعلاقة سياسية مع تركيا يحاولون من خلال المفاوضات دفع تركيا للتنازل في الكثير من المناطق التي تتعنت بها، خاصة في منطقة إدلب أو في ليبيا تحديدا. لكن كل المعطيات تشير إلى أن التصريحات التركية وخاصة الرئيس أردوغان الذي بدأ يتحدث عن إخوته في أذربيجان ودعمه لتلك المنطقة هو الوحيد الذي انطلق بمفهوم أن هذا الصراع هو لصالح أذربيجان وهو اعتداء من أرمينيا. هذه أحد التحليلات التي دفعت إلى هذا الاستنتاجات، بالإضافة إلى أن كما قلت سابقا أن التدريبات العسكرية والتجهيزات العسكرية ونقل المقاتلين عبر الوسائل التركية كلها تساعد على الاستنتاج هذا، بالإضافة أيضا لما نتوقعه لاحقا أن تركيا عند أذربيجان انخراطها في أي صراع عسكري سياسي لا تستطيع الاستمرار طويلا، هذا تاريخيا أثبتته، سترتمي أكثر بأحضان النظام التركي وبالتالي يصبح هو المفاوض الأساسي في منطقة قزوين القريبة من الحدود الإيرانية وأيضا للضغط على روسيا. طيب دكتور مسلم، تحدثنا عن خنق روسيا، لكن أي دور لكل ما يجري أيضا في الحصار اليوم المفروض على إيران وخنق إيران أيضا؟ وهل تختلف اللعبة بين الروسي أو مع الروسي مع عن الإيراني؟ كما المعني بهذا الصراع روسيا في الوقت الحالي الآن إنما هو استراتيجيا معني بها إيران، لما تربط إيران علاقات جيدة مع أرمينيا إن كانت في مجال الطاقة أو في مجال النقل أو في مجالات أخرى مختلفة. وأيضا التغلغل الأمريكي الإسرائيلي التركي في أذربيجان يدفع إيران أيضا لأن تستهلك الكثير من إمكانياتها السياسية والأمنية والعسكرية للاحتياط من تلك الجبهة التي قد تفتح في لحظة معينة. متغلغل بأي شكل يعني؟ بأي شكل متغلغل هذا الدور الأمريكي الإسرائيلي؟ أي أدوار متوزعة الدور بينهما؟ الأمريكي الإسرائيلي موجود عمليا على الأرض عبر تواجده في مناطق غرب جنوب أذربيجان المحاذية مباشرة لإيران، وهناك كما قلت في قواعده العسكرية القواعد الجوية الأذربيجانية يوجد طائرات إسرائيلية إن كانت بدون طيار أو طائرات مباشرة، بالإضافة إلى أن التواجد المخابرات الأمريكي في أذربيجان هو من أهم التواجد في مناطق الاتحاد السوفيتي السابق، وهدفه أيضا بالإضافة لوقف الدور الروسي الصاعد في تلك المنطقة أيضا تأثير على الدور الإيراني المهم جدا في منطقة بحر قزوين. تركيا تحاول استعمال هذه الورقة إن لم تكن ضد إيران بشكل فاضح واضح إنما ضد روسيا ولأجل أن تتنازل روسيا في بعض الملفات الأخرى. طيب الكثير طرح سؤال أنه كيف إيران تدعم أرمينيا؟ لماذا تدعم أرمينيا؟ يعني يقال أنه أذربيجان هي شيعية مثلا، لماذا كان يعني الكل طرح هذا السؤال بشكل غريب؟ هي لأنه أصل الخلاف كما تحدثنا إيديولوجي عرقي، اليوم يقلب مصالح مع الأطراف الكبرى. يعني هذا أيضا دليل واضح على أن الصراع في كل العالم لا علاقة له لا بالقوميات ولا بالإثنيات ولا بمسائل أخرى سنوية، الصراع هو اقتصادي سياسي بامتياز. ما تقوم به أذربيجان هو عمليا من وجهة نظر الكثير في أرمينيا وفي روسيا وفي إيران أيضا هو اعتداء على منطقة تاريخيا تنتمي بانتمائها الإثني والديني والثقافي وحتى الجغرافي
إلى أرمينيا، لكن الاتحاد السوفيتي نتيجة لأنه كان دولة واحدة حدث ما حدث. إيران تدعم أرمينيا من وجهة نظر سياسية اقتصادية محض، وترفض التصرف الأذربيجاني الذي يرتبط مباشرة بأعداء إيران، إن كانت إسرائيل أو أمريكا، وأيضا تركيا التي تلعب دورا ليس قليلا في المنطقة. إذن الصراع هناك اقتصادي سياسي، واضح أن أذربيجان انتمت إلى طرف يعادي إيران ويعادي روسيا، توهما منها أنها ستلعب دورا مهما في تلك المنطقة الغنية جدا بالنفط والغاز، بالإضافة إلى أنها دولة مهمة من ناحية العسكرية على الحدود الجنوبية لروسيا، وتحازي الحدود الشمالية لإيران، أي أنها تكون عامل فصل بين التواصل الجغرافي أيضا ما بين روسيا وإيران، وتلعب دورا سلبيا لاحقا تستفيد منه في علاقاتها السياسية كما هي تتوهم ذلك. أعود إليك سيد سركيس أريان، الصحفي معنا من يريفان، أعذرني تأخرت عليك. استخدام أسلحة ثقيلة لأول مرة منذ وقت طويل، أي نوع أسلحة نتحدث هنا؟ ما سبب ظهورها الآن؟ يعني كان كل مرة يصير في توترات تعود وتنطفئ. أريد أن أضيف كلمة صغيرة على ما يقال عن الدور التركي. نحن رأينا أن الأتراك وبالأخص الحكم في أنقرة، أي الرئيس رجب طيب أردوغان، له مشاكل عدة في سوريا، في ليبيا، وخاصة في البحر المتوسط مع اليونان. نحن رأينا أيضا هذا الالتفاف الأوروبي تجاه اليونان، وهذه الحركة اليوم في الحدود الأرمنية الأزيرية، أي كاراباخ وأذربيجان، هي محاولة لخلط الأوراق في الداخل التركي أيضا، وهذه محاولة بائسة بنظري، لأن الصراع هناك صراع حياة أو موت بالنسبة للأرمن من في كاراباخ. أما ظهور أسلحة جديدة هي نوع من تصرفات جديدة، يريد أن يقول باكو، تريد أن تقول أن لدينا أسلحة جديدة ومتطورة، ولكن هذا لن يؤثر أي شيء في أرض الواقع. وكما قلت، المعارك لم تنتهي بعد، ونحن طيب الأذربيجاني يعني يلقى الدعم بشكل كبير من تركيا سواء بمقاتلين أم بغيره. أرمينيا، ماذا عن سياق المعركة في المرحلة المقبلة، سيما أنه كما حدثني هي حياة أو موت؟ نعم، أريد أن ألفت نظرك أن اليوم عدة متحدثين في أرمينيا قالوا أن أرمينيا لا تريد اليوم دعم من أي طرف، وهذا يشير أن الجيش الأرميني، جيش الدفاع كاراباخ، هو جاهز لكل المعركة. وكما قال رئيس أرتساخ البارحة أرايك هاروتونيان، قال بالفم الملآن أننا لسنا نحارب أذربيجان فقط، بل نحارب تركيا بواسطة سلاحها الثقيل والدرونز والمروحيات والدبابات. وبنظري أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن المعركة اليوم شرسة جدا، والطرف الأزيري يعني له خسائر كبيرة على أرض المعركة، ونحن نرى ذلك عبر الوسائل الإعلامية الأرمنية. كل الشكر لك سيد سركيس أريان، الصحفي، كنت معنا مباشرة من يريفان. أعود إليكما دكتور مسلم شعيط ودكتور نورهان الشيخ، لا أدري إن كانت جاهزة معنا من جديد. دكتور نورهان، أنا معكم. إذن أنتقل إليك. عندما تكون القضية هي للحفاظ على أرض وعقائد وتنتقل لتصبح مصالح دول أكبر من الطرفين نفسيهما، إلى أين ستتطور الأمور عندما نتحدث عن دور للمخابرات الإسرائيلية، عندما نتحدث عن قواعد، طبعا هذا في أذربيجان، أمريكية؟ كيف ستضيع جوهر أو سيضيع جوهر القضية بين الطرفين نفسهم، وإلى أين يمكن أن يصل مداها؟ يعني أعتقد أن كل الأطراف لن تسمح بحرب واسعة ما بين أذربيجان وأرمينيا، وأعتقد أن في جهود حقيقية بتبذل في عدد من العواصم المعنية لاحتواء يعني هذا الأمر والعودة إلى وقف إطلاق النار والتهدئة. لكن يعني وقف إطلاق النار يعني يجب أن احنا ناخده بحذر، يعني أعتقد أن يعني بالفعل سوف يكون هناك تهدئة ربما قريبة،
جدا. ترامب قال نتابع بقلق ما يجري وسنسعى إلى وقف هذه الحرب. بالضبط، يعني اعتقد ان في مصالح لكل الدول المعنيه، القوى الكبرى وحتى القوى الاقليميه، الطرف الايراني اكد على هذا، اللي كان طبعا روسيا والولايات المتحده، واعتقد ان ده هيؤدي الى وقف اطلاق نار قريب. لكن التركي يعني وقف اطلاق نار ايضا؟ للاسف لا، لكن اعتقد انها تكون في هناك ضغوطات على تركيا، زي كما حدث في الملف الليبي والملف السوري، سيكون هناك ضغوطات على تركيا يعني وقف تأجيج النزاع بشكل أو بآخر، وخصوصا بالفعل كما أشار المراسل في يريفان أنه لا، يعني تركيا تلعب دور خطير جدا في عدد كبير من الأزمات الإقليمية، وهي عامل مؤجج لصراعات كثيرة، وكما رأينا في النزاع مع اليونان تصاعد ثم يعني أيضا ضغوطات الأطراف الدولية يعني أجبرت تركيا على التراجع وسحب يعني سفينة البحث التنقيب اللي كان خاصة بها إلى آخره. فأعتقد أن هذا أيضا سوف يتكرر في هذا الملف، سوف يكون هناك وقف إطلاق نار قريب ويعني هدوء نسبي، لكن هتظل المشكلة أنه اتفاق السلام بقى اللي هيحل هذا النزاع من جذوره ويعني يبعد شبح اي حرب او اشتباكات قادمه، اعتقد ان هو بعيد المنال نسبيا لتعقد الخريطه زي ما شفنا العرقيه والمصلحيه، وبالتالي يعني لن يكون، يعني هيكون هناك ربما مفاوضات تبدا في توقيت ما، لكن لا اعتقد ان هذه المفاوضات ستؤتي بثمار تؤدي الى انهاء او تسويه كامله لهذا النزاع، وسيظل الامر كما يعني عشناه على مدى ربع قرن، اشتباكات ثم التهدئه والى اخره، الى ان يعني تسمح موازين القوى في لحظه ما لانهاء الصراع لطرف على حساب الاخر. اعود اليك دكتور مسلم، يعني هل برايك ايضا او توافق دكتور نورهان بهذه الفرضيه انه سيكون في ضغوطات، لانه تركي لا يكل ولا يمل، يعني اي ملف يحاول تفجيره يذهب اليه، لو مارس مورس ضغوطات عليه من هنا يعود ليفجر في ملف آخر، وعنده أطماع أصلا بنفط أذربيجان وبالمخطط التركي بكل آسيا الوسطى وبحر قزوين، هل برأيك سيرضخ إلى هذه الضغوطات التركي أم سيكون لعب من تحت الطاولة؟ كيف ستجري الأمور في المرحلة المقبلة؟ لأنه أصلا لو كان المراد لها أن تهدأ كانت انفجرت أصلا، أم هكذا هي السياسة؟ يعني حكما أوافق الدكتورة نورمان على التحليل بالنسبة لما يحدث في منطقة ناغورني كاراباخ وخاصة الموقف التركي، إذا كانت هذه الورقة مهمة لتحريك العلاقة والضغط على روسيا من قبل الولايات المتحدة، لكنها بالنسبة لتركيا هي أكثر من تحريك، هي دفع روسيا للتنازل في الكثير من المواقع، أي ضغط السياسي العسكري الأمني على حلفاء روسيا في المنطقة خاصة أرمينيا لما تربطها بعلاقات جيدة، بالإضافة إلى أن تضع أذربيجان في أحضانها مباشرة وتمثلها في العلاقة مع روسيا وفي منطقة بحر قزوين. إذن حكما تركيا سترضخ لوقف إطلاق النار إذا ارتأت أن هذه الرسائل استطاعت إيصالها أو استفادت منها، كما قلنا أيضا نقل المقاتلين، استفادت ببناء قاعدة عسكرية هناك على أساس هذه الكميات من المقاتلين والأسلحة المتطورة تستطيع لاحقا التأثير أو استعمالها تهديدا من أجل المفاوضات إن مع روسيا أو مع أرمينيا أو حتى على الحكومة الأذربيجانية بذاتها، إذا ما كانت ستسعى إلى اتفاقات جانبية خارج الإطار التركي، لأنها تنطلق تركيا بمكان ما نجحت تركيا. وأكمل فكرتك طبعا. نعم نجحت تركيا، بالإضافة إلى أنها ترغب باستعمال هذه المنطقة أذربيجان تحديدا للانطلاق إلى أن تصل إلى كل ما يسمى العالم التركي المتحدث باللغة التركية وصولا إلى الحدود مع الصين، وهذه تعطيها دورا فاعلا في علاقاتها كما تعتقد هي واهمة أنها ستكون لاعبا دوليا وليس إقليميا، لكن هذا التخبط وهذا القرارات المتسرعة انطلاقا من القفز ما بين ليبيا ما بين سوريا أذربيجان وحكما في لبنان لها دور مهم في شمال لبنان، وبالإضافة إلى الصراع مع اليونان، إذن هذه المخطط هذه الأحلام التي تقوم بها
الإدارة التركية والأحلام العثمانية السابقة تعبر عنها بهذه الفوضى وهذا التنقل السريع بين الملفات، لكنها تعتقد أنها تؤثر. نحن نرى أن المحاولات التركية حكما ستصل إلى طريق مسدود، لأن روسيا وإيران أيضا لا يسمحان بخسارة أرمينيا في تلك المنطقة، لأنها بالتالي تفسح المجال للأمريكي والتركي والإسرائيلي أن يلعب دورا استثنائيا وينهي دور روسيا في جنوب القوقاز الخطير جدا والمؤثر على سياستها وعلى أمنها استراتيجي. صحيح. أعود إليك دكتور نورهان، اليوم الروسي على علاقة جيدة مع كل هذه الأطراف، سواء الأمريكي أم حتى الإسرائيلي والإيراني، كيف سيتحرك في هذا الملف خاصة في ظل الاصطفاف؟ يعني إيران واضح أنه هي مع أرمينيا، التركي واضح مع من، الإسرائيلي والأمريكي واضح مع من، والروسي أيضا، كيف يعني ستحافظ بين التوازنات وأيضا دفاع عن حدودها؟ يعني الحقيقة زي ما حضرتك أشرتي، روسيا القوة الوحيدة اللي ليها علاقات مفتوحة مع مختلف الأطراف بما فيها حتى أذربيجان وأرمينيا. أعتقد أن روسيا بتتجه فعلا للتهدئة، أعتذر، وإلى التفاهم مع تركيا، التفاهم مع أذربيجان نفسها للوصول إلى وقف إطلاق النار سريع وعدم التصعيد في هذا الملف. وأعتقد أن ما تملكه روسيا مع مختلف الأطراف هيمكنها بذلك، بما فيها حتى الطرف الإسرائيلي، هناك علاقات جيدة جدا بين إسرائيل وبين روسيا، إلى جانب أيضا العلاقة الجيدة مع الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب. كل ده أعتقد أن روسيا بتقود يعني اتصالات للتهدئة والوقف إطلاق النار في أقرب وقت والعدم التصعيد بشكل مباشر في المنطقة. وأعتقد أن الجانب الروسي هينجح في هذا، وقد ينجح في وقت قريب جدا، يعني أكثر مما يتوقعه كثير من المحللين. يعني أعود إليك دكتور مسلم، رئيس وزراء صحة، سندعك ترتاحين قليلا، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان لوح بأن يريفان ستنظر في قضية الاعتراف باستقلال إقليم كاراباخ، هذا يعني كاراباخ. حتى الآن لم تعترف أي دولة في بمقاطعة ناغورني كاراباخ، وتسميها أرمينيا أرتساخ. وحتى أرمينيا نتيجة للمفاوضات التي كانت تجري برعاية روسيا كان هناك اتفاق عدم الاعتراف حتى الآن، إلى أن يتم إنتاج حل نهائي متفق عليه بين أرمينيا وأذربيجان. لكن التحركات الأذربيجانية التي تخالف كل هذه الاتفاقات أعتقد ستدفع الإدارة في يريفان، حكومة يريفان، للاعتراف باستقلال منطقة أرتساخ، يعني ناغورني كاراباخ، وبالتالي يعطيها حقا قانونيا لاحقا بالتفاوض والاتفاقات مع هذه الجمهورية التي أعلنت حكمها الذاتي سنة 1991 ومن ثم أعلنت استقلالها. هذا يساعد أرمينيا على التخلص من كثير من العقد القانونية بعلاقاتها مع تلك الدولة، نتيجة لما قلت سابقا المفاوضات التي تجري بشكل دائم بالاتفاق مع روسيا. بالإضافة إلى أن روسيا ترى أن مسألة الاعتراف بهذه الدولة أو الدويلة هناك في المنطقة قد تعيق أحيانا المفاوضات، ولذلك كانت تؤخرها أرمينيا انطلاقا من عدم الصدام أو الاختلاف مع روسيا في هذا الملف. لكن الوقائع التي يبدو أن تدخل يعني فيها التركي والأمريكي وحتى الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة، لا بد لأرمينيا أن تتخذ موقفا سياسيا أيضا لكي لا تترك هذه المجموعات الإثنية الأرمنية الموجودة للاضطهاد وللقتل وللاعتداء عليها. هذا الموقف إن كان فقط إداريا سياسيا لكنه يلعب دورا لاحقا في إمكانية مساعدة هذه المنطقة. دكتور نورهان الشيخ، مختصة طبعا في الشأن الروسي، أعود إليك، في معلومات حول ما تقوم به روسيا الآن في هذا الملف لناحية الاتصالات، هي بمن بدأت هذه الاتصالات، في معلومات حول تفاصيل أكثر، يعني كيف تتعاطى باتصالاتها مع من بداية، هل كان في اتصال طبعا كان في اتصال بالإيراني، ماذا عن باقي الأطراف، الأمريكي، الإسرائيلي، الأرميني، الأذربيجاني؟ يعني أعتقد أن المفتاح الآن في يد أنقرة وباكو،
وأعتقد أن الاتصالات الروسية بتتجه إلى العاصمتين بشكل مباشر، أنقرة لكي توقف بشكل يعني قوي الدعم الذي تقدمه لأذربيجان والدفع، إلى جانب طبعا الملف الخطير ملف المقاتلين. هذا يزعج روسيا كثيرا، لأن روسيا يعني كان أحد أسباب تدخلها بشكل قوي في الملف الليبي هو الحيلولة دون نقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا. روسيا تعتقد أن نقل المقاتلين لا ينهي مشكلة الإرهاب في المنطقة، وأنه فقط يعني ينقل المشكلة من مكان إلى آخر. فما بالنا وليبيا دولة تعتبر دولة طرف، يعني دولة من الدول الأطراف بالنسبة لروسيا. ما بالنا دول بقى في أو منطقة في قلب الأمن القومي الروسي، أقرب كمان من سوريا بالنسبة امتداد لمنطقة القوقاز الروسي. ومعروف ان منطقه القوقاز الروسي هي منطقه يعني ظلت لفتره طويله غير مستقره، وما زال هناك ارهابيين واعداد كبيره من الارهابيين يعني بتحاول انها تخترق الامن القومي الروسي من هذه المنطقه. نعم. وبالتالي روسيا لا يعني لا يمكن باي حال من الاحوال ان تقبل بنقل مقاتلين او نعم. يعني نقل مشكله الارهابيين الى هذه المنطقه، واعتقد ان ده رساله واضحه من روسيا بتبلغها لانقره، الى جانب طبعا التفاهم مع باكو اللي بيظل التفاهم معها ايسر كثيرا من انقره. كل الشكر لك دكتور نورهان الشيخ المختصه في الشان الروسي، كنت معنا من القاهره، والشكر موصول للدكتور مسلم شعيطو رئيس المركز او رئيس مركز الحوار الروسي العربي، كنت معنا من سانت بيترسبرغ. ويبقى دائما الشكر الاكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعه، الى اللقاء.